السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله أوقاتكم بكل خير متابعيني. يوم جديد وفيديو جديد، أتمنى ينال على إعجابكم. صلى على النبي. خلصت سحور، رحت أتفقت القطط في الغرفة، لقيت كراميل ربي يشفيه عيانه كلها كانت مقفلة الاثنين، والطبيعي تحصل، هي كانت العين هذه لحالها، بس المرة هذه حصلت الاثنين مقفلة، وشكلي خلاص راح اشتري له المضاد الحيوي واستخدمه. وغير كذا يعني انتو بكرامة حصلته مستفرغ اكثر من مرة في الغرفة، فما ادري ايش المشكلة. وجبته عندي في الغرفة ينام معايا. هذا الآن صباح يوم الاثنين، فجرية يوم الاثنين. بإذن الله أنزل لكم الفيديو في الليل بإذن الله، إذا تحسنت حالته طبعا راح أصور وأنزلها مرة واحدة. في خمول مو طبيعي كذا، يعني بيغمض عينه وبيجلس يترنح يمين يسار. كراميل كراميل، صباح الخير حبايبي. صحيت الآن وحصلت كراميل برا القفص. أنا لما نمت ما سبت القفص أصلا مقفل، خليته مفتوح، ولقيت واحدة من عيونه مفتوحة ما شاء الله، بس ملتهبة الاثنين. يعني خلاص لازم من المضاد الحيوي، الموية الدافية والملح ما جابت نتيجة، من كثر التقفيل هذا ممكن يسوي له ضرر في العين. ما شاء الله تبارك الله، تلاقي دحين جيعان. فخلينا دحين اروح اشرب حليب، وعلى قد ما اقدر انظف عينه. والعصرية ان شاء الله او المغرب اروح اخذ له القطرة باذن الله. طبعا ما في صبر كراميل، عطل شبك فتوفي، عيونه فتحت ما شاء الله من الجوع. حبيبنا كراميل، هذا عيونه كيف تعبانة. انا عارف ان الام ناشفة كمان، توفي ما فيها حليب، فالحين نشربه ونملاله بطن الحلو. شوف كيف شكله قبل لا يشرب، الحين نشوف بعد ما يشرب. كراميل كمان انتفخت بطنه. جعله بالعافية وما تطرش زي امس يا رب. طبعا هذه القطرة هستخدمها لعينه عشان الطفل، وهي كانت منقوعة في موية دافية، ما عاد ينفع خلاص. اليوم ان شاء الله راح اشتري له المضاد الحيوي اللي هو توبرادكس، اللي صورت لكم اياه وريتكم اياه في المقطع اللي فات.
دي الثانية. رب اكتب في ميزان حسناتنا جميعا. كل اللي اسويه انا والله يعني في نيتي انه اجر لي واجر لكل المتابعين، ان كان اطعم اكل بساس في الشارع، اعالج، انقذ، يا رب كلنا مشاركين في الاجر يا رب. العين كيف وردية من الحواف، هذا هو التهاب العين، مع انه انتشر في العين الثانية خلاص هذا يبغاله مضاد حيوي. كراميل كراميل، كم بطنه صارت. والان رجعنا لكم حبايبي على بعد العشاء، اخذنا القطرة ونظفنا عيون كراميل بالموية. شوفوا كيف عيانه دحين، هذا بعد تنظيف ولسه فيها اللمعة هذه، بعدين ترجع تقفل من جديد. فبإذن الله مع المضاد الحيوي هذا توبرادكس اللي قلت لكم عليه في الفيديو اللي راح، قطرة في العين، في كل عين قطرة واحدة كل 8 ساعات أو كل 6 ساعات. تحاولوا تقطعوا له وتمسحوا له هي كذا، تحركوا الجفن. ولد تعال 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 حبيبي، يمكن الفلاش يضايقه، خلوني حتى اقطر له من غير فلاش. ايوه خلاص، بعد كذا تعملوا له ايه مساج خفيف على حوالين العين على اساس الدواء ينتشر. وكذا حبايبي اكون وصلت لاخر المقطع، وان شاء الله اصور لكم حالته اذا تحسنت باذن الله. لا تنسونا من اللايك والاشتراك والنشر، خلوا الناس تستفيد، جزاكم الله الف خير. شكرا على المشاهدة. كوكو.